بالرغم من إحساسنا بالقدرة على اختيار ما نفعله، إلا أن وعينا بالنظام الجزئي للبيولوجيا قد أوضح أن العمليات البيولوجية تكون محكومة بقوانين الفيزياء والكيمياء، ولذلك فهي محددة تماما مثل مدارات الكواكب، وتدعم تجارب علم الأعصاب الحديثة الرؤية القائلة بأن دماغنا المادي يخضع لقوانين العلم المعروفة التي تحدد أفعالنا، وليس لبعض القوى الموجودة خارج تلك القوانين. فعلى سبيل المثال، فعند دراسة المرضى الذين أجريت لهم جراحات في المخ أثناء اليقظة، وجد أنه بإثارة بعض المناطق المعينة في المخ كهربائيا يمكن للمرء أن يولد لدى المريض رغبة في تحريك اليد أو الذراع أو القدم أو تحريك الشفاه والتحدث. من الصعب تخيل كيف تعمل الإرادة الحرة إذا كان سلوكنا يحدده القانون المادي، ولذلك يبدو أننا لسنا أكثر من آلات بيولوجية، وأن الإرادة الحرة مجرد وهم.